من جميلات الشاشة السورية معروفة بالهضامة وخفة الدم، رسمت نجوميتها بخطوات ثابتة عمل ورا عمل، لمعت بالدراما والكوميديا، صاحبة صوت مميز وساحر، معروفة بموهبة تقليد الشخصيات، الفنانة صفاء سلطان ضيفتنا بحلقة اليوم. بحوار حصري فتحت لنا قلبها وخبرتنا عن تأثرها الكبير بوفاة والدها الراحل، وحكت لنا عن حالتها الصحية بالوقت الحالي، وأكيد عن دورها الرائع بمسلسل زقاق الجن بشخصية ثريا، وعن الموقف يلي صار مؤخرا بينها وبين الفنان صابر الرباعي. صفاء سلطان، أول شيء بدنا نقول لك يعني نحن مبسوطين أنك رجعتي للحياة، رجعتي للفرح. بعرف مرقت فترة كتير صعبة عليك بسبب وفاة والدك، الله يرحمه. صبريني هاي التجربة وهذا الفقدان، قديش أثر فيكي وقديش هيك أبعد صفاء عن حياتها لفترة يعني من الزمن؟ هلا هي ممكن تكون من أقصى التجارب اللي مرقت فيها بحياتي. يعني أنا دائما خاف من الموت، كثير بخاف من الموت، وخاف مو انه انا اللي موت، خاف اني افقد حدا. وجاني الموت من باب كبير، من السند، من القوه. يعني انا كنت اقول مثلا اذا نحن ما عاد عندنا شغل، ما عاد عندنا شيء، انا بروح بقعد تحت رجلين بابا ببيتنا وان شاء الله باكل خبزه معفنه، ما عندي مشكله. كنت هيك. هلا للاسف الله يرحمه يعني كسر شيء كثير كبير جواتي. انا في شيء جواتي انكسر، في شغلات جواتي تغيرت كثير. انا لسه عم بكتشف فيني شغلات تغيرت انا مستغربتها، كانت بالنسبه لي لا تعنيني شيء. يعني في قصص كانت لا تعنيني شيء، انا صارت لا تعنيني كثير. فقدان الوالد للبنت تحديدا كسر. انا بتذكر حبيبة قلبي شكران بعد سجلتي بويس لما كنت بأوجن، يعني كانت هلأ أنا فاقدة والدي، قالت لي صفاء بنصحك نصيحة، عيشي حزنك لآخره. ما كنت فهمانة شو قصدها بالجملة، قلت لها إيه حبيبتي، بس أنا ما كنت فهمانة شو قصدها. أنا فعليا عشت حزني لآخره. أنا تقديرا واحتراما لوالدي ابتعدت عن كل الدنيا وقعدت بس عم صلي واقرا فرقان وادعي له، لانه هي بضل له بس ولد صالح يدعو له، صدقه جاريه، يعني علم ينتفع به. حاولت بي يا رب ضل عم بقدر لاخر يوم بعمري ضل عم اقدم له هذا الشيء. اثرت على بيتي بشكل كثير سلبي، عيشتهم بحاله توتر شديد جدا. اكتشفت انه اضعف وحده باخواتي انا، ما كنت بعرف، كنت بفكر حالي انا اقوى حدا بإخواتي. اخواتي صاروا هن اللي يقووني على انه انا اكبر حدا فيهم، هن اللي صاروا يقووني، هن صاروا ينصحوني. انا مو فكره انه انا رافضه الفكره، انا مؤمنه بقضاء الله وقدره، ولكن التجربه كثير قاسيه. وانا عشت لاخر مناسبه كانت السنه الهجريه اللي انا كنت بعايد عليها فيها، يعني بقول لبابا كل عام انت بخير. هاي كانت اخر مناسبه كان ممكن انه انا وبابا، يعني حتى عيد ميلاده صادف يوم الوفاة تبع عيد الأضحى. ختمت له القرآن اللي كان هو يعرف. أنا محتفظة بأشياء بابا الخاصة، شكرا لأخواتي اللي سمحوا لي إني أحتفظ فيهم، حطيتهم بمكان هيك. أنا يوميا 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 انتظر رب العالمين علي ذكر بابا، بدعي له وبقرأ له. طبعا الله يخلي لي والد، ما عم تحرمني من دعاء أو رضا الله، الحمد لله رب العالمين، الله يديمه فوق راسي ويعطيه طولة العمر يا رب. اليوم صفاء يعني بعيدة عن وفاة الوالد الله يرحمه، عشتي نجاح كتير كبير برمضان القاضي بشخصية ثريا، وكمان ما سنحتنا الفرصة أنه نقلك ألف مبروك على هذا النجاح الكبير.
خبريني، كنتي متوقعة أنه هاي الشخصية تعمل هذا الصدى؟ كنتي متخوفة من هاي التجربة؟ لا، ما كنت متخوفة أبداً، لأنه أنا دائماً أوضع بقالب البنت الطيوبة أو يعني المظلومة، ويعني عادةً أدواري هيك بتكون طيوبة، مغلوب على أمرها كذا، شريرة إلى هذا الحد يعني أول مرة، وبدراما بيئة فامية يعني كمان هون في صعوبة بالموضوع، كيف بدك تبينيها؟ عرفتي كيف؟ أنا الشيء الوحيد بس اللي بزعل إنه أنا لما كنت قاعدة عم عيش لحظات النجاح وعم شوف التعليقات، طبعاً مشكورين كل الناس اللي كانت عم بتتابع واللي كانت عم بتشوف واللي كانت سعيدة جداً بدوري ومبسوطة بهذا التنميع اللي أنا عملته هذا التغيير اللي أنا عملته بدوري، كنت مبسوطة فيه كتير، بس بنفس الوقت ما كنت عايشة الفرح بكامل المعنى، لأنه يعني كان والدي اللي شو سويتي آخر عمل بابا؟ شو بده يطلع برمضان؟ قلت له سائل جن بدك تتابعه، قال لي آه بدي أشوفه، قلت له ألي شامي؟ قلت له مين في؟ قلت له أيمن زيدان وشكران وأمل، أنا بحبهم كلهم، ما يحبون اليوم طبعاً هو بحبهم كلهم كممثلين، فكان سعيد جداً إنه رح يشوف هذا العمل، وللأسف ما قدر إنه يشوف هذا العمل، ورجعت صوري بالكاركتر فانبسط فيه، يعني أكثر من هيك بس يعني ما كنت يعني كيف بدي إنك يا أشرح لك يا سعيدة بالنجاح، بس فرحتي ما كانت كاملة، كنت عم بتغني كل ما أشوف مشهد لي استمتع فيه، بعدين أقول يا الله لو بابا شايفه، أطلع على التعليقات انبسط، بديت أرجع أطلع هيك، أنا كنت بحالة حزن. يعني كنت بس عم شوف مسلسل إسقاط الجن وارجع للمود اللي انا كنت فيه، كانت وفاة الوالد لسه حديثة جدا. خبريني عن هاي الشخصية وقديش حملت نقطة بمسيرة صفاء، انا بعرف انك انت كنت مراهنة عليها. انا مو انا كنت مراهنة عليها، كان مراهن عليها الاستاذ ايمن زيدان، استاذ تامر اسحاق واستاذ جيد برغو، كانوا مراهنين عليها بطريقة كثير غريبة وعجيبة. انا كنت خايف بس كنت عم بشتغل بحب، انا بشتغل شغلي بعمل اللي علي والباقي على رب العالمين، بالنهايه دائما بقول الجمهور هو الحكم، والجمهور حكم على هي الشخصيه. اول شيء اني انا اوصل الناس لمرحله الاستزاز، ما طقت علكه هي لحالها بتكفي، شو هذا الشرذ الفظيع اللي جواتها للمخلوقه، ليش كل هيك كل هذا عم تعمله؟ اخر شيء كان في مبرر لهذا الموضوع، انه هذا الرجل هادم له عائلته كامله، قاتل له عائلته، اخذ مال عائلته، هي خانه، هي اساسا خانه. إذا بتنتبهي آخر شيء بتكتشفي إنه سوريا أصلاً تركية، هي مانا شامية، فهي عم تتصنع الشامية، عم تتصنعها تصنع، كنت عم بربط ال لما يصير الله يدب الخلاف، وقت إنه الله يدب الخلاف يعني شغلات كثير عملتها، قلبت الشحاطة مثلاً، هاي حركات كلها تركية، يعني عملنا شغلات نحن هيك إنه نعمل فلاشات، إنه هي الشخصية مانا دمشقية، مانا شامية. لكن اللي بيكرهوا صفاء سلطان على طريقة سوريا شو بتقولوا؟ أنا بظن ما في حدا بيكرهوا. ليش حتى تكرهوني روحة؟ شو عملت لكم؟ بكفي كل وحدة حاطة جوزة تحت باطها ومالي قرن بربتن علي. يو صفاء نهاية يعني قبل كم يوم ما صار موقف وصف البعض بالمحرج لإلك. أنا مستغربة هي القصة، ليه محرج لإلي؟ إنه الأستاذ صابر برحب فيكي على إنك الست أول عرفك. يا جماعة أول شيء هو الموقف ما أنا محرج، أنا بشوفه إنه ما أنا محرج، واقفة على المسرح أنت بتعرفي إياه، لما توقفي على المسرح فوق أنت مو شايفة بشكل واضح اللي قدامك، نحن كثير بعاد عن المسرح تمام؟ والإضاءة يعني عمليا هي مسلطة علينا يعني، فما شايفنا هو بشكل واضح. أنا بالملامح من بعيد والحركات وليك بشبه أمل، ولي الشرف إني أشبه النجمة اللي أنا بسميها أميرة كل النجمات. عن جد أميرة كل النجمات أمل عرفي، إلي الشرف يعني، بالعكس كنت مبسوطة، والحركة اللي أنا عملتها بتخيل هي كانت كثير حركة عفوية، أنا يعني ما بعرف إنه هيك رح يصير، فأنا قلت لهم قولوا له شو اسمي، فقالوا له صفاء سلطان، القلعة كلها كانت عم تحكي اسمي، فهو حاول يا حرام يبرر، قلت لهم تحية للنجمة أمل عرفي، فحلو كثير إنه نحن كأسمين كممثلات سوريات بهذا المكان العظيم، بهذا المهرجان الراقي، على وجود نجم وامير الطرب العربي ينقال اسمنا نحن تنتين، فشكرا له. بالعكس كثير كنت مبسوطه انا، ما زعجت ابدا، ما زعجني الموضوع، بالعكس انا سجلت فويس لامل، وامل بعرف انه هي كانت بالاردن عم تعمل ندوات بالاردن ويعطيها الف عافيه، فسجلت لها فويس وقعدت ينزل حب والغلا كله، يعني انا يعني دائما نحن بينقال عنا هيك، وامل بتكون مبسوطه وانا بكون مبسوطه، يعني نحن تنتين كنا مبسوطين كثير، يعني نحن عملنا ديو اذا بتتذكري اطلب نفسيه
كنا بقمة متعتنا أنا وياها. يعني هي شريك رائع وأنا بحبها، أنا بحبها، أنا أشوف أيفون، أنا بقول للبنات تعلموا من أمل عرفة، هي مدرس، هي مدرس، تعلموا منها، شوفوا شو عم تعمل، كيف تخلق كاركتر، كيف تبني صديقة بكل تفاصيلها. كنت كثير مبسوطة بالحفلة، ايش ما كان عم بتغني، ما هديت، ما عرفت أقعد. أنا بحبه وبحبه من قلبي وبحب أغنيه وبتابعه دائما. بشوف يا عمي بحس في هون كمان جات في هون فرقة كاملة بحنجرتك عظيم. لما بيغني بعيشك حالة الغنية، وإنه يعني يمكن هو والأستاذ كاظم الساهر بيعيشوكي حالة الغنية، يعني أنت بتحسي حالك إلك الغنية عم تتغنى مو لكل البنات، عرفتي شو؟ فلذلك أنا حتى يعني أنا ببيتي بسمع صابر. أنا مثلا سلطان أخي إذا بيغني بطلب منه غنية فبيغني لي صابر مثلا. يعني نحن بالبيت من عشاب صابر، هو رفيق ناين. يعني أنا تعرفت عليه بآخر حفل لإله كان بسوريا قبل الأزمة ب 2010، كان حفل البلنتاين معقول كان نادي الشرق، أنا حضرته وكنت حافظة كل أغاني أنا وسلطان أخي. فهو اللي لفت نظره إنه نحن حافظين كل أغاني، فإجرى عنا سلم علينا بكل تواضع حقيقة. وقلت له أنا ممثلة، وغنى له سلطان غنيته نشيد، انبسط فيه كثير سلطان. فهو حدا كثير، هو بيعرفني كثير منيح، وبظن رد فعله كان واضح إنه لا 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 إنه هي اسمه صفاء سلطان، لا هي أمل، بعرفش كيف. فأنا ما شفته بالكواليس أصلاً، لو شايفته بالكواليس كان ممكن ما يصير هذا الشيء، بس أنا سعيدة إنه صار. بالعكس لا صابر 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 شو مالك حافظ اسمي؟ لك دخيل ربك نورت سوريا، ونتمنى ترجع سعيدة مرة واثنين وعشرة. وجوده بسوريا فرحة، سوريا تستاهل الفرح، تستاهل الفرح يا جماعة. صوتك أغنية رأي لصابو أصابر رباعي بتحدى العالم كله أنا وياك، وبقوي الدنيا بحال ما أننا بهواك، وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني لي سيبني أعيش إحساس هواك.